تسوي نفسك قوم حد يقدر عليك؟ ها يا طويل اهدي يا نجلة اهدي يا نوت اهدي استهدي بالله اوريك تعورتي يا حياة؟ الحمد لله انا بخير سندخل الداخل لما نشوف حل هالمشكلة اوريك ادبوه يا نواف ادبوه خليه يشرب من الكاس اللي شرب اريج منه وبعدين معك يا نجلة خلاص ادخلي داخل وش فيكم الصاير ادخلوا ادخلوا كان قعدتي مكانك بركلك المسجونة طلبت مني والله خايفة عليكم من أخوها ما درت انك أكلتيه بلسانك وحستي أنا والله لو أنا منك يا هيول كان خليت الضربة تجي فيها إهي وما حميتها منه هي اللي استفزته وخلتها يتصرف كذا ليت نواف ما جاب هالوقت لو تأخر شوي بس كان برت قلبي وقلب أريج فيه ليه؟ كتبت تضربينه؟ كانت ناوية عليه الخبلة صدقي؟ والله لو ما جاء نواف في الوقت المناسب كان راح فيها والله وهم وين الحين؟ أنا بيعرف هذه من وين طلعت لي؟ وش تبي فيني؟ وش دخلها بيني وبين أختي؟ هذا صديقتها وما هل عليها تشوفها بهالشكل؟ حسب ما فهمت من أختي إن إصابتها كبيرة ومو سهلة هل استفزها وقهرها يتوقعت إنك أنت اللي مديت يدك عليها وضربتها معليش هي حطت حرتها بأول واحد شافتها من أهلها ولو إني ما أتوقع رجال مثلك يسويها ويمارس العنف على أهلها ماذا محتاج شهادتك واللي بيني وبين اختي ما اسمح لك ولا لغيرك اني تدخل فيه والزم الزم حدودك من ولي امر المصابه اريج عبد الله انا ولي امرها أبي أكلمك في أمر إصابتها وأسبابها أبي شرح مفصل عن كل شيء تفضل تفضل جاك اللي بيطلع الحكي منك غصبا عنك وإذا فيك خير قول له ما اسمح لك تتكلم عن أهلي مرحبا مدام مرحبا ريا وين لما؟ لما عند صديقتها أريج تعبانة شوي ودوها مستشفى خير إن شاء الله وش فيها؟ أنا ما يعرف مدام في رجل مكسور يطيح على داري أنا ما يعرف ريا قولي لي لما طلعت كيف كانت؟ كويس مدام هذه فاتورة مال طباخ وهذه فاتورة مال كهربائي وهذه فاتورة مدام مال جامعة لما هذه صار عندي أنا 10 أيام مدام هذه لازم ضروري يدفع وكمان مدام سلري مالي ومال سيف مال 2 شهر ما في طيب ليه ما عطيتيها لأبو لما؟ مدام أنا ياتي أبو لما هو يشيل بس ما يشيل معاي ودي فسيف يقول أتي مدام خلي مدام يسوي بابا مستر ما في فايدة خلاص روحي صلحي لي فنجان قهوة طيب والله حرام محسوب علي زوج وشريك
ولا هرم. هرم كله مسؤولية هي يشيل، وبابا على طول برا ما يسوي شيء. ريا هاتي شتا. يوه انت كله ياكل بل 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 بل. ريا انت ليش مزعلان؟ ليش مزعلان؟ ها؟ مدام ويا مستر كل مرة يسوي مشكل، كل مرة يسوي مشكل، كل مرة يسوي مشكل. مدام آخر شيء هي يدفع، أنت ليش زعلان؟ شنو يسوي؟ لازم مدام يسدد فاتورة. ما في خروج، ما في سفر، ما في خروج مع ماما. حتى سفر ما في، كلام لرلرم كلام ما في. شنو هذا زوج؟ هذا زوج كله خربوطة. إيه. ها؟ ريا انت ما في قر رجال كله سيم سيم. لا 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 لا، انا في رجال، انا في زين، انا في مزبوط. انا يشم في شيء خربوطة. انا ريا، I am from Indian. اذا انت مو مزبوط انا قلت انت قلت 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 وقلت انت في زبالة. بسم الله عليك. يا الله انا مستغربه ليه ما يعطوني مسكن. الجازي روحي قولي لهم يعطوني ابره عشان يخف الالم شوي. اريج خلي عندك يطلعون برا، ابي اشوفك. انا بجلس معك. ها؟ لا يا نجول الا انت لا تقعدين هنا، انت بالذات ما ينفع هو بيدخل. خلاص انا وهيوي بنقعد هنا احسن. لا 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 انا اللي بجلس معها، وانتوا اطلعوا قبل لا يعصب. يلا يلا. تلفونك. بقعد مع اختي لحالي. طلعي برا. ان شاء الله. ليش ما قلتي لي شيء عنه؟ ما عندي شيء اقوله. ركان صار له فتره يتصل ويحاول يكمل المشوار بس ما اعطيته وجه. لو ما اعطيتيه وجه ما كان اصر يلحق وراك بالسياره. وانتي وش دراك انه كان يلحقني؟ دريت وخلاص. وبعدين هذا مو موضوعنا. احكي يا لما وقولي لي وش اللي صاير بينكم، وليه مصر يلاحقك وكانه لحق فيك. هين يا سيف حسابك معاي. احكي يا لما. وين رحتوا خليتوني؟ انتي ليه خليتي اريج مع هذا المتخلف؟ ها طردني. بس تبين الجد؟ الله بغيت اموت من الخوف والله، نظراته تخوف. الله يحلل اخوي ابراهيم مسكينه. يا اريج جازي قولي امين يا رب يا رب الله يعطيه زوجه لبنانيه تقلب حاله وتغير طبعه. صدق جبانه. انا جبانه؟ يلا راويني شجاعتك. يلا حبيبتي خلاص
جلي خوفة. والبنات؟ معقولة اللي قلتيه؟ معقولة بعد كل اللي صار لك وصار لنا كلنا تعيدين نفس المشكلة؟ مع مين؟ مع واحد من ربع مصعب؟ انتي صاحية ولا مجنونة؟ أنا ما سويت شيء، لا تفهميني غلط، ما بيني وبينه كان أي شيء، هو مصر إنه يلحقني، يمكن عشان صارت بيني وبين اتصالات ومسجات، ولما خطبت لنايف ما عاد ترد عليه ولا أعطي وجه، عشان كذا هو يلحقني. أنا تعبت من استهتارك وتهورك يا لما، تعبت من كل شيء تسوينه، وعشان أريح نفسي وأريحك من اليوم ورايح أنا أبعد وحدة عنك بهالشلة، خلاص ما عاد لي علاقة فيكي ولا باللي تسوينه في نفسك. لحظة اسمعيني يا نجلة، يا حبيبتي يا أروج، هو وش اللي قاله؟ وش سوى عشان يخليكي كذا بهالحالة؟ أوه ماي جاد، ليكو ضربك من جديد؟ وش يضربها انت بعد؟ وش دعوه بقى شيء بجسمها صاحي؟ والله ما قالي شيء، بس الضابط بيحكي معي. ايه انا دارية انه جاي هنا عشان يحكي معك، هو اصلا اجا هنا عشان يحكي معك، بس وش بتقولي له؟ أقول هاي عطي رج خبر إن الضابط يبي يشوفها. أقول ادخلي طويل ويتكلم. ادخلي. الضابط يبي يحكي معك. طمني يمه، أنا بخير وصديقي بخير. هالحين أنا مع الشباب إن شاء الله، ولا يهمك، فمان الله. أنا بعرف شغلة واحدة بس، أنت شلون تنام الليل بعد اللي سويته في أختك؟ شلون تهينها وتذلها وتوجعها وأنت المفروض أمنها وسندها وعزها؟ تركني في حالي تاري بني بناقصك، وإذا أنت مصر تلقى إجابة على سؤالك تعال عيش حياتي اللي أنا عايشها، وبتشوف السبب وبتحسه بنفسك. لا تحكي معي وتلومني يا ولد العز، لا تستعرض علي مبادئك اللي انت تبنيتها وانت في العز والدلال والجاه اللي انت فيه، وما شغلتك عنها مشاكل الحياة وصعوبتها. لا ترميها على حياتك وظروفك أياً كانت هالظروف، حججك اللي تبرر بها خطاك حجج غبية وما يقتنع بها عاقل. اللي يسوي اللي انت سويته في أختك حرام فيه مسمى رجولة. ما قلتي له الحقيقة؟ ليه ما خليتيه يربي هالمتخلف ويشرب من الكاس اللي ذوقك منه؟ وليه قلتي له انك طحتي من الدرج؟ وليه الضابط صدقك؟ ليه؟ شوي شوي يا نجلة، حرام عليكي، ترى أريج مو ناقصة.
نجلة ما حق، المفروض يا أريج قلتي للضابط كل اللي سواه فيكي، على الأقل ياخذ لك حقك منه. شلون أشكي ومصيري راجع له؟ شلون أزيد أسباب غضبه وأنا اللي بواجهه؟ نصر لو شكيته ما راح يرحمني، ويمكن يذبحني بعد. ضعفك وخوفك واستسلامك هو عدوك الأول يا عريج، هو السبب في كل اللي أنت فيه. أنت اللي سمحتي لأخوك يذلك ويهينك ويأذيكي، سمحتي له يمارس عليكي عنفه باستسلامك وتنازلك عن حقوقك، مثل ما لما سمحت للشباب اللي حولها أنهم يستغلونها ويمارسون عليها عنف الاستغلال بسبب ضعفها وليونتها. أنتم خلاص ذبحتوني، ذبحتوني خلاص. اسكتي يا نجلة، الله يخليك اسكتي. تعالي تعالي، مو وقت الكلام، تعالي. ذبحوني باللي سووه بأنفسهم، ذبحوني. أقول لك تعالي. لا تلومينها يا نجلة، أريج أدرب ظروفها وأنا أكثر وحدة بقدر اللي سوته. لا تقولين بقدر اللي سوته، ترى هالكلام ينرفزني وضايقني وموتني بعد. إلا بقول اللي ما تقتنعين به. أريج ظروفها صعبة الصراحة، وبعدين يعني لو عاندت أهلها وتحدتهم وش بيسوون؟ مردها بترجع لهم، تروح دار الحماية. دار الحماية مرة واحدة؟ يا الله، الله يهديك. بس طيب ولو راحت يعني تقعد يوم اسبوع وشهر وبعدين وش بتسوي؟ لا لا لا، أريج تصرفها عقلاني 100%، هو اللي بيحميها من جبروت اخوها اللي قرر انه ينكد عليها حياتها كلها. والله خليني ساكته، بس اقول لك بروح اجيب لي مويه، بصراحه نشفت ريقي. القروية وقول لك تاكل بالعلقة والله على راسها كذا وتقوم مثل العفريتة ولو كأنها صاير شيء. بالعكس يا هيا، أنتي مو قروية، بالعكس أنا أشوفك كول وكلاس وبطبعك والتزامك، مو كذا يا نجلة؟ ما بتعطيك وجه أصلا، صار لها كم يوم مطنشتك ولا تكلمك، ما تبي تكلمك. اعترفي يا لما، انتي وش سويتي لنجلة علشان تزعل عليك لهالدرجة؟ وش المصيبة اللي سويتيها علشان توصل العلاقة بينكم لدرجة القطيعة؟ يا الله عليك، الله لا يجيب المصايب، اصلا اللي بينهم اكبر منه يقاطعون بعض لسبب تافه. الله، هي بس سحابة صيف وتروح ان شاء الله، خليك في اللي انت فيه احسن من تزيدين النار اللي بينهم. لا تهونيها وهي صعبة يا هيا، صديقك من صدقك. شوفي يا لما، واضح ان نجلة خلاص ملت منك ومن سوالفك. صحيح انا ما ادري وش اللي صاير بينكم، بس تبين الصراحة انت تمللين من كثر المشاكل، وعلشان كذا اتوقع ان نجلة خلاص ما عاد تبي صداقتك وما كنت تعني لها اي شيء. مستحيل مستحيل نجلة تتركني او تمل مني، اصلا نجلة اقرب انسانة لي، اقرب لي حتى من ماما، وهي كل شيء بحياتي. نجلة بليز قولي لأرج إنه ما عندها سالفة، وإن الموضوع مجرد سحابة صيف زي ما قالت هي. خلاص
خلاص عشان خاطري، خلاص ردي علي، تراني مليت مقاطعتك لي. ماشي يا نجم، ما بتردين علي؟ بس لا تلوميني إذا جنيت وعملت حاجة غلط، تذكر إن أنت السبب. بوجودي ولا بدوني، جنونك موجود وما حد يقدر يوقف بوجهه أو يحده. سوي كل اللي تبينه يا لما، أنا فعلاً ما عاد تهميني ولا عاد تفرق معي. زين كذا؟ ارتحتي؟ حبيبتي يا لما، روحي قولي لنجمة أني خلاص بترك الشلة وبخليها ترتاح مني. إحنا وش ذنبنا يا لما؟ ليه تقاطعيننا وتعاقبيننا كذا؟ أهون عليك يا لما؟ تخسرين علاقتنا بس بسبب مشكلتك مع نجمة؟ ما أحبك. لا يا الجازي، أنتوا كل حياتي ومستحيل أفرط فيكم لو وش ما صار. أجل وش الكلام اللي قلتيه قبل شوي؟ ها؟ من حسبتي نجمة ما عاد ترد علي وما تعطيني فرصة أنها تسامحني أو أني أبرر لها أي شيء. وانتي وش اللي سويتي عشان تزعل منك كل هالزعل؟ ها؟ وليه مصرة أنك ما تقولي لي السبب؟ خبريني يا حبيبتي، علميني، يمكن أقدر أساعدك. عشان أنها عرفت أني كلمت ركان صديق مصعب. ركان صديق مصعب؟ متى وكيف يا لما؟ واحنا وين عنك؟ الله يخليك يا نجم، الله يوفقك، الحقيها صالحيها، هي ما تتحمل كل هالقسوة منك، وهي قسوتها لا عليها. هيا معاها حق يا نجم، لما مستحيل تقدر تتحمل هالقسوة. أنا لو أعرف إن مزحي بيسوي فيها كذا كان ما قلت ولا كلمة. إذا أنت فعلا تحبينها وتخافين عليها روحي لها، أوقفي معاها، ساعديها، سمعيها، لا تتخلين عنها وتضيعينها. قسوتك معاها مستحيل تجيب النتيجة اللي تبينها، بالعكس أنت ممكن تدمرينها بهالقسوة، بالذات لما ما تقدر تتحمل القسوة وما تقدر عليها. بس أنا أبي مصلحتها. مصلحتها لما تكونين معها مو تتخلين عنها وقت اللي تغلط. الحقيها قبل لا تطلع أو يصير فيها شيء. تعالي تعالي يا لمى حبيبتي، وخلينا ندخل مع بعض وأصري عليها واحكي معها مرة واثنين وثلاثة. ها؟ علميها وقولي لها أني مستحيل أتخلى عن صداقتنا وإيش ما صار، إلا إذا أنت تبينها من الله. أنا فعلاً مستحيل أتنازل عن نجم أو أتنازل عن صداقتنا لو وش ما صار. يا كذا تلاقبك في الحكي يا لموي، يلا قم. شوية لما اسمع اللي عندها، يمكن يوفر عليك شوية كرامة. لون مستحيل اتركك لو وش ما صار، مستحيل اتركك. ما عاد بقى لها من الكرامة شيء، جابت العيد. ما عليك منها يا حبيبتي، يا بخت لي بياخذك. انا طيبة قلبك يا روحي. انا وأنا بعد يا هبلة مستحيل أتخلى عنك، أنا بس كنت أبي أعطيكي درس.
أبي أحسسك إن اللي سويتيه خطأ كبير ممكن يدمر كل حياتك. أحبك يا رجل. أنت جالس تمارس العنف معي والله. اللي قاعد تسويه أكبر عنف والله. والله ما أدري هو أنا اللي أمارس عليك العنف بالحاحي إني أعرفك، ولا أنت اللي تمارسين علي بصدودك وثقلك يا حياة. بس لو أعرف وشلون أوصل لك وأقنعك إني غير كل هالشباب. تدرين إنه هذه أول مرة أشوفك فيها سرحانة يا هيا؟ وإيش اللي شاغل بالك؟ عتعرفي قولي. ترى أنا صاحبتك وسترك وغطاك. منو اللي ماخذ عقلك؟ مين؟ وإيش اللي بيشغل هيا يعني؟ ها؟ تحصلينها محاضرة راحت عليها ولا بحث تبي تكتبه؟ يا شيخ فكك من هذه السالفة. يا ريت بس لو كل الإصابات اللي جتك والله تركزت بس على لسانك كان ارتحنا. انت يعني ما في أمل تعقلين؟ ما تسكتين وتريحينا؟ سرور جميل الكيس إن شاء الله. شوفوا وش صلحت لكم. ما شاء الله عليك، يعني ما في شيء جعل بالك ما تنفذينه؟ يعني ما في شيء يوقف طريقك؟ ما تذكر شيء وقت الجازي وتمنته في حياتها ما جاها. يا الله وشلون؟ لأنها بنت عز ونعمة حبيبتي. هالنوعية من البشر لهم وضع غير عنا كلنا. إيه بس يعني أخوي برهوم على قولة المزيونة مايا يعني صار تاجر بس ما شفت شيء. كيف اقول البسي وانت ساكته؟ واو مره يجنني هبل كول. لحظه شوي خل اصورك. يلا تشيز حبتين. مع اني ضد الدلع وارفض الدلال بانواعه الا اني اعترف انه حلو والله. ريا ريا. نعم ماما. جهزتي اغراض لما؟ ايوه. ماما انت ليش ما يروحي معلمة علشان يغيري جو؟ لو بغيت رحت، ما راح استنى انت تقولين لي. ما بغت أكثر شيء أكره فيهم مواعيدهم، مع إني أحب بيتزتهم. جيني فين الشطة حقنا؟ ليه أنت في شيء؟ مو أنا كلامه في شيء؟ Sorry mom, I will bring a new one. الله
شغالتكم كذا تتكلم بأدب؟ والله والله لو شغالتنا يعني شوي شوي بس الوالدة تكثر في الطلب معاها، والله لا تنفخ هذيك النفخة كذا، لا تخليها تحوس طبختها تقرب علينا الدنيا.